السيد عبد الله السيد احمد الرفاعي بن عمنا خبير في الارصاد الجويه والفلك. دلق السيل سيد؟ اي دلق 24/8 ما شاء الله. متى انشاب بالعين المجرده؟ 4/9 هنا بالكويت. شلون؟ شنو دليلك ايها الفلكي القادم من بعيد؟ اسال علم. هل انت درست علم الفلك؟ لا هوايه؟ هوايه. زين بسالك، السنه سهيل دلق بكوس ولا بشمال؟ كوس. ايش دراك؟ بعد ما تشوف الكوس؟ اي والله ما شاء الله عليك مبلتع. زين بسالك، مربعانية الصيف متى ابتدت اللي يسمونها جمرة القيض؟ من شهر 6. ليش كم؟ 7. ما شاء الله. زين بسالك، الوسم متى يبتدي؟ الوسم شهر 10. الوسم؟ إيه. والله ما شاء الله عليك ابتريت. زين بسالك، شنو فايدة مطر الوسم؟ شنو اللي يجيب؟ يجيب باقي. والله. زين سؤال قبل الاخير بسالك، مربعانية المطر متى؟ لأول مرة اسمع. يعني المربعانية المطر هي قبل المربعانية ولا عقب المربعانية؟ لا قبل. والله. ليش؟ اصبري. والله. زين مرات اول اجدادكم انه واخذ البحر، عمي عبد الله ويا هاشم الرفاعي عبد المحسن عبد الحميد سيد صالح، يقولون اليوم البحر خواهر. شنو يعني خوار؟ خواهر؟ لا. زين شنو معناه المثل الكويتي يقول دفعت مردي والهوى شرجي؟ يعني يروح. الله. يقولون فلان مسبلها على البركه. ها وانت من رجال البركه، مبروك يا سيد. قال ابو يعقوب الرفاعي.